موضوعنا طبعا اليوم معظم الناس اللي قرأوا من أهم المواضيع اللي مطروحة في الساحة، مسألة التوافق الوطني أصبحت قضية بغاية الخطوات وشلل دائم خاصة في المنطقة، والحقيقة هي مشكلة عالمية، يعني أكثر من مشكلة محلية. بناء التوافقات ليس أمرا يسيرا، يحتاج إلى ثقافة سابقة، يحتاج إلى تهيئة، يحتاج إلى عقلية، ومعظم المجتمعات لم تبني إطارا جامعا منذ الاستقلال. ولذلك عندما تتفكك البنى التي نشأت بعد الاستقلال، بنى سبب تماسكها وجهود سياسية ماكنة في لحظة تاريخية تكسر الجميع على الاجتماع، وليس بسبب التوافق الداخلي الموجود. يعني إشكاليات التاريخ اللي من القرون الوسطى تستصحبها عادة معها إلى العصور الحديثة بشكل نويات، نفس القوالب بنفس الأشكال القديمة بنفس البنى حتى القديم اللي موجود. وأول ما تضعف الدولة ككيان يصبح البديل هو الأبنية القديمة، وهذه الأبنية القديمة أساساً مبنية على الفرقة والانقسام، ليست مبنية على الوحدة والاتحاد. وبالتالي المناطق تتشتت، الناس يتشتتون، المجتمع لا يستطيع أن يجمع شمله، أشبه بخرج حبات العقد لما ينفرط الوطن. وأصبح البديل بدل فكرة الاستقلال وبدل كذا إلى آخره القبول بالديكتاتوريات والبنى القسرية كتفضيل على مسألة الضياع الذي تعاني منه المجتمعات اللي تتفكك بناها الأساسية، ولا يعود هناك لحمة في المجتمع، يفقد الناس الأمن، فتصبح المبادرة إما استبداد يضبط الأمور بالقسر، وإما فوضى عالمة الكل يضيع في هذا الفكر. تراكم الأحداث في المنطقة أدى إلى ثورات تغيرات في كل دول العالم. الدول التي وجدت نخبة قادرة على تجتمع في لحظة الفعل استطاعت تعمل. المجتمعات اللي انقسمت النخبة لحظة الفعل الحقيقية كانت مرت بكوارث كبرى موجودة. طبعا هذا الموضوع اللي هو موضوع الوفاق الوطني هو جزء من ثلاث مواضيع رئيسية الآن مطروحة بشدة، خاصة بعد هذه الانهيارات. هي قبل مطروحة على استحياء في الأدبيات، وإلى الآن هي منطقة بكر، يعني بمعنى لو الواحد يبحث في الإنترنت عن دراسات وازنة فيها لن يجد شيء يشفي الغريب. سبب في ذلك أنه لسه بكر كل الدراسات اللي موجودة. أغلب الدراسات اللي نشأت على هذه القضية نشأت مع الولايات المتحدة الأمريكية، ناتجة عن قضايا متعلقة بالأزمات اللي خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، فمع أزمة أفغانستان وتفكيك البنى في أفغانستان، ومع أزمة العراق وتفكيك البنى في العراق، ومع دولة السودان الجنوبية ومحاولة أن تعمل دولة مرة أخرى من الصفر، برزت فكرة ما يسمى الستيت بيلدينج، بناء الدولة. وجدوا أن أعقد من بناء الدولة اللي هو النيشن بيلدينج، بناء الأمة، يعني بناء التوافق بين المكونات على علم واحد، على جيش واحد، على تعليم واحد، على اتجاه واحد للمستقبل. هذه القضايا خطيرة جدا في المنطقة العربية، الدراسات فيها قليلة جدا. الدراسات اللي موجودة كلها تنحى إلى الحلول الجزئية اللي متعلقة بقضية حل منطقة الالتهاب، فك الاشتباك بين المتصارعين، إيجاد حلول آنية، وبعد ذلك تخرج المرة الثانية تعود المشكلة مرة أخرى كما هي، مثل ما حدث في العراق، حدث توافق نسبي في لحظة معينة ثم تفكك هذا الموضوع، مثل ما حدث في أفغانستان. إذن هذه القضية مهمة جدا. لما أخونا ياسر الله يحفظه بدأ في بحث هذه المواضيع، أنا رأي فيها فتحا كبيرا، أنه يخطط خطا في هذه المنطقة، وسينمو هذا الخط شيئا فشيئا، لأن الحاجة له ماسة. كلنا نعرف التكاليف الضخمة التي تدفع إذا لم يجد الاتفاق الوطني سبيلا للتبلور في أي مجتمع من المجتمعات، الدماء والأرواح والأعراض والتهجير.
اليوم أكبر الهجرات تتم من العالم العربي والإسلامي. حتى الآن تخلقت وفاعلين مثل مفهوم الضيافة الكونية، أنها ستصبح قضية الهجرات قضية أساسية في كل العالم، وما يعود في حد قابل أن يجلس في أرضه، كل سيخرج من أرضه ويذهب إلى بلاد أخرى. فكيف يوجد قوانين جديدة تسمح أن المهاجرين هؤلاء يكونوا ضيوف ولا يكونون عادة على مجتمعاتهم؟ فعلى كل حال أنا كنت ناوي أخذ المكان عن ياسر وأقول كل الكلام اللي سيقوله، لكن لأن ما حفظني جيدا أنا سأترك له الفلور عشان يتحدث عن هذا الكتاب الرائع بناء التوافق الوطني والسلسلة اللي هو يشتغل فيها إن شاء الله. تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شاكر يعني حضوركم ومجيئكم واهتمامكم بهذا الموضوع، وطبعا شكر لكل الزملاء الحاضرين اللي معظمهم ساهم في هذا الكتاب، يعني دكتور جاسم طبعا يعني هو اول افكار ويعني وهذا المشروع الذي اعمل فيه فكره التوافق والبناء هو تقريبا تجاوز يعني العقل وزياده، وهذا هو الاصدار يعني في الصدر الرابع في اطار ما كتبته عن ان الحاله العربيه والاسلاميه مع فيها الان معظم التحديات التي فيها كما يبدو عكس ما هو سائد ليست فقط من الهيمنة الخارجية أو إلى آخره، لكن مع البحث والقراءة والمشاهدة والسفر لأماكن النزاع، يعني إذا قرر مجتمع ما أن يتحارب أهليا لا يمكن القوى الكونية أن توقفه. اثنين جيران قرروا أن يتحاربوا، لو جبنا أمم متحدة تمنعهم من الاشتباك سيكون الأمر عسيرا. فإذا التحدي الوفاق، تحدي بناء السلام، تحدي التعايش في داخل الحالة الإسلامية والعربية، أعتقد هو التحدي في نظر الأكبر. إذا كان يعني أساتذتنا علمونا أن أكبر ثلاث تحديات الاستبداد والاستعمار والفرقة والانقسام والجهل والفقر، أنا استهواني هذا التحدي الفرقة والانقسام. وكثير منكم طبعا يعني له نضالات وله صولات في شباب، كنا نتمنى أن يكون الواقع ما نحن فيه الآن أفضل مما هو موجود، وكلنا شاهد كثير من التضحيات، لكن المقابل الذي حصلنا عليه إلى الآن لا يرقى لهذه التضحيات. يعني مجمل ما قدم في الحالة العربية والإسلامية من تضحيات ودماء وأشلاء، لكن المحصلة النهائية يبدو أنها لا تتوازن مع هذه التضحيات. فوجدت في يعني أن تحدي الفرقة والانقسام هو تحدي عائق كبير جدا وقديم، والمعالجات فيه إلى الآن معالجات لا ترقى إلى مستوى توفير نظم حماية وأمان لا نكرر فيها الأخطاء التي وقعت. فاجتهدت عن أخرج هذا الكتاب، وهو الكتاب يقع في فصلين. الفصل الأول هو كان نحت معرفي في الأسباب الثقافية والأسباب بعضها السياسية والأيديولوجية التي تمنعنا، وسميتها الكوابح التي تمنع الكيانات والمؤسسات وأصحاب المذهب الواحد والملة الواحدة والدين الواحد أن يتوافقوا، بل كل مكون يبدو أمامنا مصمت في داخله نزاعات كبيرة جداً جاهزة للانفجار يعني الاشتعال. يعني العراق كنموذج، كان الناس تظن أن الإشكالية الكبرى في الاستبداد، الطاغية الموجود، هذا الحزب المهيمن الجبار الذي يسيطر على الماء والسماء والأرض والديانة والحوزة والمساجد والكنائس. فذهب هذا النظام بدرجة ما. الذي حصل يعني أن الفريق الذي كان يبدو مضطهدا وكان أنه يمارس عليه يعني التهميش، أصبح الآن هو يمارس تهميشا واضطهادا لفريق آخر، وكأنه لم يمر بأي مرحلة من المعاناة. أصبح نموذج العراق الآن نموذج يعني لا يشجع أي مجتمع أن يتحرك وحتى أن يخرج من دائرة الاستبداد. فالكتاب القسم الأول، الفصل الأول، يقع في 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 هذا المسار. ثم أردت أن يعني أن أقترب من الواقع. إذا سألت الناس يقول لك تمام يا عم الكلام دي كلام زي الفل، طب بس نعمل إيه؟ قلنا الموضوع يتحل إزاي؟ قلت لابد أن نذهب إلى يعني من مارس هذا العمل التوافق. فأجريت حوارا يعني قرابة من 10 إلى 8 أشخاص خبراء في المجال، مارسوا هذا العمل، اطلعوا على تحدياتي وقدموا روجيتا يعني بدرجة ما أظن إن شاء الله من الحوارات ستكون مفيدة. جمعت فيها ما بين طوائف وأيديولوجيات مختلفة، دكتور مشير نصير عضو مجلس الكنائس العالمي في جنيف ومسؤول ملف سوريا ايضا، يعني تحاورنا معه بعنوان حواره حتى لا يكون الاخر جحيما، دكتور هشام جعفر من القاهره، طبعا استاذنا الكبير حسن بن حسن يعني اعطانا الدرس الفلسفي في فكره التوافق وكيف نتحرك فيه. فالكتاب ان شاء الله يعني يقع في فصلين، الفصل الاول كما اسلفت
فصل يعني بحث مكتبي لقاءاتي مع الخبراء، ثم الفصل الآخر يعني جعلته لمن مارسوا هذا العمل وأخذت منهم هذه الدروس. فأتمنى إن شاء الله عندما توفر الكتاب يعني أجد منكم له نقدا وقراءة بشكل جيد. فاليوم سأعرض لأهم الأفكار الكبرى في الكتاب، وإن شاء الله يهمني جدا يعني أسئلتكم بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله. طيب نبدأ بالغلاف، يعني أنا اخترت حتى الغلاف، أردنا لو لاحظت الغلاف، إحنا أشكر طبعا المصمم الأستاذ مختار ساعدنا فأن نصنع غلافا يعني مختلفا. فكرة النسيج يعني أي قطعة قماش مهما كان بهائها وجمالها في النهاية يعني قائمة على الدمج وعلى التوافق إلى آخره، وأن الأمر ليس فقط في الإطار السياسي، يعني كل نسيج يمثل المسار الثقافي، يحتاج المعالجة، المسار الاجتماعي، المسار السياسي الاقتصادي، كلنا نحتاج أن نشارك في هذا النسيج. ذلك كان ليه مقال اسمه اغزلوا ولا تعزلوا، يعني نحن نحتاج لأن نكون مهرة في هذا الإطار. تأذن لي أنا أشوف مع الجمهور أستفيد من المحاضرة. طبعا كان السؤال الرئيسي سؤال البحث وسؤال الكتاب، ماذا نحتاج للتوافق؟ يعني احنا مش غاويين يعني ان نبحث في مباحث بحثت او كتبت، لماذا نحتاج للتوافق؟ ان عندنا انا وجدت اخفاق تاريخي للمنطقه في مجال التوافق وخاصه في المجال السياسي. يعني عندنا اخفاق كبير جدا، وقامت دعوات عريضه جدا في الخمسينيات والحركات الاشتراكيه والحركات الثوريه وارفع راسك يا اخي، وكلها كانت شعارات يعني جميله ومبادئ يعني للديمقراطية وأمة واحدة ورسالة خالدة، لكن يبدو أن كل هذه المشاريع وحتى من قبلها تاريخيا لم تؤتي ثمارها، لأن التوافق على تداول السلطة والثروة والرؤية لم يحسم بشكل جيد ولم يوضع له نظام. يعني يقول محمد إقبال رحمه الله: القيم الإسلامية ولدت أجنة لكن لم تكتب لها الحياة. قيم ضخمة جدا، يعني كان مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وسط إمبراطورية ساسانية وإمبراطورية رومانية وسط حضارة فرعونية قديمة، ويقدم طرح أن الأمر بالشورى وأن الأمر بالاختيار، كان هذا يعني طرحا ثوريا متقدما في عالم الأفكار. لكن ما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني حاولنا أن نصنع نظاما مستقرا، لكن كان عبارة عن اجتهادات لم ترقى لأن تتحول إلى نظام تداول حقيقي مكفول يحترمه الجميع. فغالبا معظم الإخفاقات اللي موجودة هي جاءت من هذا الجانب، لا نشكك في نوايا الناس في إخلاص الناس، لكن الاتفاق على الحد الأدنى المطلوب للتعايش غالبا ما كان يهمل بدرجة من الدرجات. يتساءل علي شريعاتي يقول: يعني كثير من الحركات الثورية ضحت وقدمت كثيرا جدا، يعني الجزائر نموذج من الشهداء والأبطال ضخم جدا، لكن دولة ما بعد الاستقلال الشركاء الاستقلال أصحاب الملحمة الواحدة أصحاب الدماء والسلاح والكفاح لم يقدموا نموذجا في التعايش، بل قدموا نموذجا في الاقتتال. فكان يسأل لماذا يتحول هؤلاء الناس من شركاء للنضال إلى شركاء، وتحولوا إلى بعضهم في بعض الأماكن إلى مراء حرب. يقول علي شريعاتي: لأني في أثناء النضال مقبول جدا أن تكون هناك قيم التضحية وتناسي التضحيات والدماء، وكل يتكاتف ويضحي. وقال: ولكن نحن لم نتوافق بعد الاستقلال على قيم المساواة والمساءلة. مقبول أثناء النضال التساؤل يقل، لكن بعد ما استقر الأمر مفترض قيم التي نتوافق عليها قيم المساءلة. من أين لك هذا؟ ولماذا أنت هنا وماذا تفعل؟ قال: نحن لم نصنع هذا الأمر. فإذا الإخفاق ما زال موجود. انتشار ثقافة الإقصاء والتهميش في المجتمع، من البحوث الغريبة اللي وجدتها، يعني عندنا مثلا في جنوب مصر المكون النوبي مكون أصيل وتعداده قرابة 10 مليون، اسهاماتهم الحضارية رائعة جدا وكبيرة، حتى أن حرب أكتوبر كان كلمة السر في حرب أكتوبر كانت باللغة النوبية. إسرائيل متفوقة تكنولوجيا، فكان الحل أن نأتي بلغة لا يعرفها الكيان الصهيوني، فكان اللغة النوبية. في داخل النوبة وجدت أن حتى النوبة مهمشة، في داخل النوبة في قبيلتين، في قبيلة تهمش القبيلة الأخرى، فحتى المجموعات المهمشة هي في داخلها أيضا يهمش بعضها بعضا. وكثير طبعا وهذه نماذج موجودة بشكل كبير جدا، في تضحيات كبيرة جدا ولم نحصل على إنجازات صلبة كما تكلمنا. تحدي بل الآن أصبح تحدي بناء الهوية لجميع المجتمعات العربية والمسلمة. الآن أصبح سؤال الهوية، وكأنه يعني لعلكم كل أن يسمع سؤال الهوية الهوية الهوية، وهذا ملف مهم جدا. الآن مثلا بعد الثورة في مصر دعيت رئاسة الوزراء في لجنة العدالة الوطنية، قلنا كويس،
فطبعا انا جالس اعرف مصر فيها مسيحيين ومسلمين، يعني احنا نعرف مسيحيين ومسلمين، ومسيحيين مقسمين انواع. فجلس على يميني واحد، قال الاستاذ شعبان، قلت له كويس اهلا وسهلا، قال لي انا بهائي واحنا مظلومين. قلت له انا اسمع البهائيه، يعني كان البهائيه موجوده لكن ما اعرفش عددهم بهذا الشكل في مصر. قام واحد من اخر القاعه، قال احنا الامازيغ. قلت له احنا مش في المغرب. قال احنا احنا امازيغ في واحد في واحد سي، واحنا 40,000 ونحتاج لغتنا ان يعترف بها، لماذا لا اتكلم بلغتي؟ فبدانا بعد الاحداث المجتمع يكتشف نفسه انه مزيك. مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه فيها تنوع جميل جدا، لكن اذا اردنا ان نبني هويه جامعه كل شخص وكل مكون عاوز يقول لك انا فين. وبالتالي اصبح الان ان نتوافق على هويه جامعه تجمع كل الناس ويفتخر بها الناس اصبح تحدي، وتحدي صعب وليس تحديا سهلا. اعتمدت هذا التعريف في الكتاب، ان التوافق والاتفاق على الحد الادنى بين كافه المكونات الوطنيه، على الحد الادنى الواجب توفره من الثوابت والقواعد والقيم والتصورات والسياسات لازمه لبناء السلم الاجتماعي وعداله توزيع الثروه وتداول السلم من السلطه في المجتمع. الحد الادنى، احنا عايزين نتفق على الحد الادنى. احنا للاسف احيانا عندنا بنقدم المعيار على الواقع المعاش، يعني نتغنى بالقيم كثيرا جدا ونتكلم عنها كثيرا جدا، لكن الحد الادنى المطلوب لم نتفق عليه بدرجه من الدرجات. فكل هدفي نحن كل المكونات الثقافية الدينية تعالوا نتفق على الحد الأدنى المقبول للجميع الذي يمكن المجتمع من أن يتحرك في اتجاه الأمام. الآن سأتي لمجمل العقبات التي تحول بدرجة ما إلى تحول دون بناء توافقات. الدكتور جاسم تفضل قال أن المجتمعات أنا في نظري ما زالت جيدة، الأزمة في النخبة القائدة لهذه المجتمعات. إذا كان سائق القطار عاقل يمكن للركاب أن يستريحوا، بعضهم ممكن أن يأكل، بعضهم ممكن أن ينام. إذا كان سائق القطار على دراية وضربة إلى أين يتجه؟ أما إذا كان سائق القطار هي النخبة، يعني ليس بعاقل ولا يرى الألوان ويعني عنده عمى في البصيرة، أعتقد الحوادث ستكون ضخمة جدا. وهذا الأمر يعني تتضح لي بشكل أساسي جدا عندما ذهبت إلى الهند. فكرة بقى الثقافة وأن لابد أن نثقف الناس ونوعي الناس وبناء الوعي والمجتمع، أحيانا يعني نضع آمال عارضة جدا، لكن إشكال المجتمعات هتجد فيها الغث والثمين، لكن المجمل العام المجتمعات تريد أن تحيا وأن تعيش. لكن النخب القائدة دينيا سياسيا ثقافيا ما لم يكن عالم أفكارها منضبط، نحن في أزمة كبيرة جدا. يعني بدالي من زيارة الهند والقراءة عنها، وفي كتاب اسمه أمة من العباقرة، الهند يعني مئات الأفكار والديانات واللغات والاعتقادات التي في نظرنا تبدو بعيدة جدا عن مسار الحضارة، لكن الهند الآن خامس اقتصاد عالمي، دولة نووية كبرى، لأن النخبة القائدة منذ غاندي إلى الآن مع بعض طبعا الإخفاقات يعني كانت على درجة من الوعي عالية جدا، ما كانت هذا المجتمع أن ينتقل إلى 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 مصاف التقدم. إذا أنا عندما أتكلم الآن أتكلم عن النخبة، إن أحد الأدواء والعقبات التي تحول دون بناء توافق هي ما سميناه بكثافة الأيديولوجيا. كل إنسان يقتنع أن أفكاره المركزية هي الصائبة والصواب، وما دون ذلك الآخرين لا يحملون شيئا، لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فالتماهي مع الأيديولوجيا، التماهي النفسي والوجداني مع الأيديولوجيا تعمي عن كشف حقائق الواقع وحسن التعامل معه. نموذج الأيديولوجيا مثلا اشتراكية وكان لها تواجد وما زال في الحالة العربية، الحتمية التاريخية، التاريخ يتجه إلى البروتاريا وإلى المشاع ولا بد ويتكلم عن الحتمية كأنها قدر، وبالتالي هو غير قابل للتفاوض والحوار مثلا مع الليبرالي يقول له لا نحرر وسائل الانتاج والانسان يمتلك ويتحرر، لا وبصر ان هناك حتميه تاريخيه كانها قدر لا بد ان يمر فيه المجتمع، وبالتالي هو لا بد ان يطبق ما قراه حتى وان كان خارج السياق العربي والسياق الاسلامي. بعض الفلاسفه يقول ان احتك باليسار والحل الاشتراكيه، قال يعني انا يعني هم وصفوا الوضع صحيح في سوء توزيع الثروه، في سوء امتلاك لأدوات الإنتاج، العمال فعلا مظلومين. قال ولكني أتعجب لماذا عندما يبدأون في الكلام مع الناس يمسكون بخناق الله، يعني يبدأ يهاجم الدين بشكل أساسي. كان يذهبوا إلى القرى للفلاحين يقنع الفلاح أنه من أنا ناضل من أجلك أنت، قال يفوجأ بعد ساعة أو اثنين أن هذا اليسار أو الاشتراكي يستنجد بالبوليس حتى يحميه من الفلاح، لأنه بدأ يقول له ما فيش إله والحياة مادة والأمور يعني والدين. فقال طب انت جاي تكلمه عن العدالة، جاي تكلمه على ان ليس هناك خالق وليس هناك إله، لانه هو يعني
في معظمهم بعض الفريق هذا بيبدأ بقضايا أنه خلاص هو شايف الأيديولوجيا كاملة بيأخدها كما هي ويريد أن يجعلها في المجتمع ويحشر الواقع فيها ولا يراعي السياق الموجود بشكل من الأشكال. أيضا أتجد الحالة الأخرى الحالة الدينية، عندما يخوض قائد عسكري في الحالة الإسلامية أو أي حالة ويشتبك في اشتباك ضخم جدا ويخسر، فتقول ما هو الإنجاز؟ يقول الحمد لله إحنا قدمنا 1000 شهيد. يعني ما علاقة الشهادة بالنصر؟ يعني الشهادة طلب شخصي، يعني كل إنسان له حق أن يتبنى الشهادة، لكن أن تكون الشهادة هي الخطة، يعني تكون هي الـ هي الـ هي الـ هي المستهدف من الاشتباك مع الواقع الموجود، أعتقد هذا أمر يحتاج إلى معالجة. فإذا أيضا أنا أعتبر هذا نوع من العمى يحيي، يعني يحل دون أن نتفق على واقع ما هي مقاييس النصر. يعني تسأل عن النصر فتأخذ أرقام قتلى أو أرقام شهداء أو إلى آخره، أو مثلا تسأل عن حربنا 67 إيه اللي حصل، يقول لك الحمد لله النظام ما سقطش، هم كانوا عاوزين يسقطوا النظام لك، هي سماها نكسة بس، فأصبحت الهزيمة نكسة والمصيبة هي ابتلاء. كل عدم وضوح التعريفات للأشياء وإسقاطها في قالب من الأيديولوجيا يحول دون أن نبني وفاقا على الأرض، لأن إحنا بماذا نقيم إذا لم نعتبر الواقع؟ إذا كثافة الأيديولوجيا هي عقبة في نظري يعني كأداء جدا تجاه كل التيارات، كل النخب تحول دون أن نتفق على طاولة واحدة نجلس عليها، لأن كل إنسان بيحلق في فضاء آخر مختلف ويعتبر أنه هو الصواب والصواب والصواب فقط. الأيديولوجيا المصمتة تؤدي إلى 5 إشكاليات: تحتكر الرؤية، لا ترحب بالنقد، مش ممكن نكون في نقد في الموضوع، وبالتالي فكرة أنا عندي خطأ، لا مفيش خطأ موجود. غياب المؤشرات، إذا سألت عن المؤشرات فهذا سؤال يعني معتبر سؤال متجاوز وسؤال لا ينبغي أن يسأل، نحن في اشتباك أو نحن في صراع، فبالتالي ثقافة المؤشرات والنتائج بتكون مش موجودة، لا اعترف بالخطأ، لا ترى الواقع على حقيقته مهما كان الواقع يعني سيء، يقولك لا يعني إيه البشائر قادمة والأمور تتنزل وتبدأ كلام بعيد جدا عن لغة الأرقام، استنوا سنة، استنوا سنتين، استنوا 3 سنين، كلها أرقام بتبدأ لا تعتبر الواقع بشكل أساس. الكابح التالي الإيمان بالحلول الجذرية، أن يعتقد كل فريق أن الحل الذي عنده هو الحل الأصوب والحل الجذري، مفيش بقى حاجة اسمها تفاوض ولا نكسب أنت ونكسب أنا. فمثلا على مستوى ما حصل في الحالة العربية العلاقات المدنية العسكرية، فريق يرى أنه لا أمل إلا أن يعود الجيش إلى سكناته كاملة وأن يعتزل السياسة وأن يترك الدنيا ويخش جوه المعسكر وهذا هو الحل الوحيد، ولا يمكن التفاوض ولا الكلام ولا الجلوس. هذا حل جذري يتناسى أن الجيوش لها مشروعية تاريخية ولها كتلة اجتماعية ضخمة جدا، وأن هناك علم يسمى علم العلاقات المدنية العسكرية، وأن الخروج التام للجيوش من السياسة أمر غير متحقق في العالم حتى المتحرر. يعني المجتمع الصناعي الأمريكي قائم على الصناعات الدفاعية وأحيانا تخاط حروب من أجل أن يعمل هذا الجهاز. فإذا الذي يؤمن بهذه الفكرة الراديكالية لا يمكن أن نستطع توافق معه ونقول تعال نكسب بالنقاط، ويتم يعني فكرة انتقال المدن العسكري مرحلة طويلة جدا، حتى الجيش الأمريكي وقع فيها، قال لك الأول نبدأ نبعد نخرج الضباط كبار السن، وبعدين نجيبوا ضباط صغار السن ويخضعوا لبرنامج في حقوق الإنسان، حتى فترة طويلة جدا بدأوا بعد حرب فيتنام تغير القانون، أصبح أن قرار الحرب لا يمكن يكون بيد الرئيس بل بيد الكونجرس أيضا. فإذا هو مسار قابل للتفاوض، لكن الذي يؤمن بأن هذا المسار كنموذج هو الحل الوحيد للمجتمعات أعتقد من الصعب جدا أن نصل معه إلى توافق بدرجة من الدرجات. التجربة الاشتراكية أيضا وملكية أدوات الإنتاج، الإصرار أن هذا هو الحل كما شرحنا في النقطة الأولى، الحل الجذري أن تحطم كل بنى اقتصادية وأن يحارب كل صاحب ثروة. يعني الثورات اللي جاءت الاشتراكية ما الذي حصل؟ تم توزيع الأراضي الزراعية، يعني مثلا واحد عنده 100 فدان قسم 100 فدان إلى كل واحد فلاح ياخد 5 أفدنة. هذا التقسيم أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بشكل مهول جدا، لأن كان زمان عندك 100 فدان مثلا لو زرعوا قمح في عائد، لكن 100 فدان قسموا على 5 أفدنة كل شخص، فاللي زرع قمح واللي زرع برسيم واللي زرع ذرة فأصبح ليس هناك عائد. كان هناك حل آخر، أراضي واسعة جدا، ملك الفقراء وافرض شيء من الضرائب على الفئة الموجودة يمكن أن تصل إلى حل. أما الحل أن تهين هذا القطاع الإنتاج أيا كان وضعه وأن تسلب كل الثروة منه وأن تجعله مجرم وأن امتلاك الأراضي جريمة وتوزيعها على صغار الفلاحين، هذه الثروة، هذا الحل الراديكالي لمشكلة العدالة لم يحقق العدالة على المدى البعيد. العقبة المهمة جدا في الكتاب، طبعا أنا أقول عنوين لكن الكتاب فيه تفصيل وأمثلة أكثر،
أننا نتعامل مع التوافق باعتباره إيفنت ندوة. النهاردة حضرنا الندوة وحضرنا مؤتمر الحوار الوطني وليس مساراً يحتاج إلى تذبر وتضحية ونضال. لا، هو حدث إعلامي يتم أخذ اللقطة والصورة ثم ينتهي الأمر. والله إحنا حضرنا الاجتماع ولكن الجماعة لم يتوافقوا، وتبدأ حملات التخوين، ويكفي فقط تسجيل حضور وانصراف في مؤتمر من المؤتمرات. الاتحاد الأوروبي حتى يبنى قرابة 40 سنة من التفاوض، بدأوا باتفاق على شركة الحديد والصلب، طب كيف تسير البضاعة؟ وبدأ الأمر أخذ مسارا طويلا قرابة 30 عام حتى أنتج في النهاية ما يسمى بالاتحاد الأوروبي الذي هو الآن أيضا يحتاج إلى معالجة. لكن حجم التفاوض والإصرار على نجاح الفكرة وتزيل العقبات يؤكد أن هذا الأمر كان مسارا استراتيجيا وليس حدثا طارئا عارضا. التعامل مع الأمر باعتباره حدث لن يجدي نفعا خاصة من تجاه النخب. مسار مانديلا والقس ديزموند توتو جنوب أفريقيا، يعني الرجل سجن 25 عام، مفترض عندما مكنت له السلطة أن ينتقم من هذا الشخص الأبيض الذي أخذ أرضه وعرضه وماله وغير لغته، ولكن قال في خطاب تنصيبه إنما أنا هنا لأنقذ الضحية والجلاد معا. قالوا مفهوما تنقذ الضحية، لكن كيف تنقذ الجلاد؟ قال ألا نمكنه من أن يظلم مرة أخرى. تم توزيع المهام، تم وضع قانون العدالة الانتقالية بمساعدة القس ديزموند توتو، وكان مسار طويل إلى الآن طبعا في عقبات، لكن مسار قرروا أن يوقفوا التمييز العنصري وألا يكرروا المأساة مرة أخرى. لكن حجم الضغوط التي تمت كانت كبيرة، لكنه كان مصر مانديلا أن هذا مسار لابد أن نتراجع فيه. التقريب بين الشيعة والسنة في الحالة الإسلامية، كثير من القائمين عليه هم كانوا يعني عملوا عليه باعتباره حدث، لكن مع أول اشتباك مفترض والله ربما كنا خطأ في الأدوات، ربما نحتاج إلى رؤية أخرى. لا خلاص، يعني إحنا بعض يقول لك أنا لم أكن واضحا وأنا خدعت في هذا الأمر، وتقول لك لا هؤلاء الناس لا يمكن الحوار معهم، لأن التعامل بنفسية أن أنا جاي أسجل حضور أو أن أنا جاي أسجل حدث، لكن السبب نعرفه، هل نحتاج إلى قراءة الذاكرة، معالجة لأدواء التاريخ، قد تكون مشكلة في السياسة أو تكون مشكلة في التراث الفقهي الموجود. إذا اعتبرنا أنه مسار سنبذل جهدنا حتى نعرف أين المشكلة، لكن أنت معتبره أنت مش جاد في هذا التوافق ولا حريص عليه، فبالتالي أي حدث هنا أو هناك وإن لم يكن متعمدا فجأة تجد الأمر ينفض وينتهي. لابد أن يكون في واضح جدا عند النخب العقد الاستراتيجي من التوافق، النظر للتوافق من ثقب المسألة الحزبية أو المسألة الدينية أو المذهبية فقط دون اعتبار المصلحة الكلية في أزمة كبيرة جدا. إذا أنا كنت كاسب من هذا التوافق أحرص عليه، إذا كان في بعض الإكراهات أبدأ أنسحب منه، مش بس لا أخرب هذا التوافق عمدا بدرجة من الدرجات. النضال السود في الولايات المتحدة الأمريكية كان نضالا لا يهدف إلى أخذ امتيازات خاصة للسود، يعني كان من أجل دعم الحلم الأمريكي والمساواة الدستورية بين الكل. فحتى نضال السود كان نضالا استراتيجيا أعطى قوة للحلم الأمريكي، عندما أخذوا حقوقهم قالوا نريد أن نكون متساويين تماما مع البيض، فلم يكن نضالا خاصا بمكسب تكتيكي، لكن كان نضال خاص بمكسب استراتيجي. رواندا طبعا كما تسمعوا عنها، يعني الذي وقع من المذابح بين التوتسي والهوتو، توافقوا في النهاية أن يوقف هذا المسار، لأن رواندا أصبحت في مكان آخر في وسط القارة الإفريقية. طبعا الكتاب فيه شرح وتفصيل أكثر مما أقول الآن. هذه نقطة خطيرة جدا، أن إلى الآن كثير من النخب لا تنحاز للمستقبل، هي منحازة للماضي وللتراث بشكل أساسي، ولا تريد أن تنحاز للمستقبل وتغادر الأثقال التي تحيا وتعمل بها. وبالتالي المقاربات الموجودة هي مقاربات تاريخية، ليست مقاربات حدثية تتجه في اتجاه المستقبل. يعني لما نجد أن الذي ينطلق في الحالة الدينية أن الجهاد في الإسلام هو جهاد وحالة هجومية، وينبغي أن تفتح البلاد والعباد إلى الآن بهذا الشكل ويؤسس لهذه المدرسة، أنا أعتقد من الصعب جدا أن يتم التوافق معه على فكرة الدولة القطرية أو الدولة الوطنية، أو يحتاج إلى جهد كبير جدا أنه يحمل موروث كان مناسبا في فترة ما لحالة إمبراطورية، لكن الآن نحن في ظل مواثيق دولية وإكراهات عالمية وفي ظل إطار وطني متفق عليه، لينبغي أيضا أن يكون هناك انحياز للمستقبل بما يتفق عليه المجتمع الآن. سيدنا الحسن وكتجربة تاريخية كان إمام منحازين للمستقبل عندما أراد وقف الدماء ووقع عام الجماعة، طبعا فشل. لماذا هذا الاتفاق؟ هذه قضية أخرى، لكن هو الرجل قدر أن حقن الدماء ووقف النزيف والحفاظ على وحدة الأمة كان عنده أولوية
في 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 هذا المسار. وطبعا لما نقرا خطابه وخطبته وهجوم الاخرين عليه وكيف انه تحمل هذا القرار وربما كان له الاولويه حقنا للدماء وانحيازا للمستقبل. وقلنا نموذج ايضا منديلا واتجاه المجتمع ان خلاص نوقف هذه الالام ونتجه الى 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 المستقبل. فاذا عدم انحياز المستقبل ووضوحه عند النخبه دائما سيجعل الانسان يكتر احلام ومشاريع ربما لا تناسب هذا العصر بشكل اساسي. غياب المشاريع، اذا مثلا وجدت الان معظم الحاله الادوجيه العربيه هي حاله خطابيه، عيش حريه عداله اجتماعيه، شعار جميل. اذا جئت لاحد الثوار او الاسلاميين او الليبراليين تقول له ماذا تقصد بالعداله الاجتماعيه، ما هو مشروع العداله الاجتماعيه، يقول لك يعني الانسان يتفقد جاره ويطعم يطعمه وما يطعم وياكله وما ياكل وما ياكل. طب هل هذا المشروع العداله الاجتماعيه علاقته بالثروه؟ هل هناك ماذا تقصد بالعداله؟ هل عداله في فرص التنميه ام عداله يعني اصنع للناس بقى ان انا مستشفى جنب مستشفى والطرق والكباري وابقى مسؤول كدوله امام المجتمع ان انا اوفر لكل قريه على العداله في توزيع التنميه؟ ولا مفهوم العداله ان انا التساوي في اعطاء الفرص، ان المجتمع يتحرك والفرص تكون بالمساواه بين جانبات المجتمع؟ مدرستين مختلفتين في العداله. للاسف احنا كل ما تجلس مع النخب الموجوده الان اذا سالت اجرائيا ماذا تقصد بالعداله لا تجد لها تعريفا واضحا. عند الاشتراكيين ما هي العداله؟ ياخذ الاموال من الغني وخلاص الموضوع انتهى. طب يا عم في عداله اخرى، عداله اجتماعيه في اسكندنافيا والدول الاسكندنافيه، في تصور اخر حتى العداله. انت عندك كيف ترى العداله في مجتمع مثلا قائم على الوفره وعلى الثروه وعلى الزراعه؟ ما هو هي العداله مثلا في مصر او في العراق؟ لا تجد اجابات واضحه عند هذا الامر. وبالتالي على ماذا اتوافق معك؟ انت عمال تقول العداله، بقول العداله، انت لا تعرف ماذا تقول ولا اعرف على اي مدى سنتفق الا نقطه واحده نقول الله متفقين في هذا الجانب ام لا. الامن القومي، ولا بد الحفاظ على الامن القومي. الامن القومي مهم، بس ايه هو الامن القومي؟ يعني اذا كان مثلا العقل العسكري يرى ان الامن القومي هو ان لا يكون هناك معارضه، يعني وان المعارضه هذا تتحدى الامن القومي. وتعريف الامن القومي هو الامن الداخلي، وليس فقط له علاقه مثلا بموارد المياه خارج الحدود او بوجود كيان مغتصب، لا. فالامن القومي اصبح الان يعني بحكم انه غير معرف بشكل حقيقي، وبالتالي عندما اتوافق معك انا على الامن القومي، ما هو الامن القومي؟ اذا قدمت مشاريع مكتوبه موزونه مناقشه يمكن في النهايه ان يحصل حولها توافق. الحريه عند الحاله الاسلاميه، لا اكراه في الدين، جميل جدا. طب قول والله يعني طب لا اكراه في الدين الى اي مستوى؟ يقول لك لا بس خلي بالك يعني لا اكراه في الدين قاعده قرانيه جميله، بس لو واحد يعني فكر يترك الدين لابد في تعامل اخر معاه. طب يعني ايه لا اكراه في الدين؟ وبالتالي واحد غير الامر فقهي على مستوى الدين، على مستوى بقى الفن كمل. الحريه لا تبدو واضحه او غير مكتوب فيها شيء يمكن الاحتكام اليه. غياب هذه المشاريع بشكل اساسي، وانا فصلت في الكتاب، سيكون عقبه كأداء في طريق التوافق. طيب ايضا من التحديات الكبرى ان معظم صراعاتنا بتناقش على مستوى القيم والمبادئ. كل اللي فات ممكن نتفق عليه، يعني المكاسب والخسائر، ويقول لك خد انت جزء وناخد جزء، خد شركه وادينا شركه اخرى، خد محافظه سيبك اللي فيها الاصوات الانتخابيه وانت خد محافظه اخرى. لكن اذا كان الخلاف على المبادئ حق وباطل، هنا اصعب انواع النزاعات التي تحتاج الى توافق حقيقي ولا توافق قوي. بينصحوا فيها ان نحول من القيم الى المصالح ومن المواقف الى المنافع. إذا نجحنا التوافق يبنى، إذا نجحنا أن نحول القيم إلى مصالح وأن نحول المواقف إلى مصالح. كيف؟ اتحادات مثلا، مثال الحالة الاشتراكية، احنا حكينا عن الحالة العربية، حالة اشتراكية عاوز بس أدوات الإنتاج ويأخذ أراضي الناس ومحاربة الإقطاع. الحالة الاشتراكية تطورت في أوروبا نتيجة السجال والتوافق إلى الحد الأدنى المتفق عليه، نقابات عمالية قوية جدا تصر على المشاركة في كل قرار في الشركة، عندهم اصرار ان في العمال يمثلوا في الشركات بتمثيل حقيقي وقوي جدا. مدراء الشركات رفضوا في اول الامر، قالوا مسؤوليه، يعني عندك رواتب وعندك تصدير وعندك التزامات، ما علاقه العامل يتكلم في مثلا في مستخلص بنكي او كذا؟ العمال اصروا على هذا الامر. العمال عندهم قيمه المشاركه، لابد ان يشارك في صناعه القرار، والمدراء عندهم قيمه المسؤوليه التي لا ينبغي ان يشاركنا فيها احد. فوصلوا الى اتفاق كالتالي، هو مصلحته القيمة عاوز تحول إلى المشاركة، عاوز نحولها إلى فايدة، وأيضا المسؤولية تحول إلى مشاركة مع العمال. فاتفقوا على التالي،
المشاركة من العمال في السلطة الإدارية في المغنم والمغرم، يعني في فصل العمال، في خفض الرواتب، في العجز المالي، شارك معايا مش غلط، بس في النهاية وأيضا تشارك معايا عندما يكون هناك حوافز. فالتحمل المسؤولية بهذا الشكل هو ضمن له قيمة المشاركة، وآخر ضمن قيمة المسؤولية، ولكن حصل اتفاق على مساحة أننا في سواء في الخسائر والمكاسب نحن نكون مع بعضنا البعض. مثال رأيته في النمسا، قررت الحكومة النمساوية أن تصنع مصنع لتدوير القمامة في داخل عاصمة فيينا. نرجع الصورة اللي قبله أمان. هو هذا المصنع في قلب عاصمة فيينا. طبعا البنات البلديات والناس لهم تمثيل في البلديات قوي جدا، حصل انتفاضات ضخمة جدا ومظاهرات ان لا هذا مصنع يعني تدوير قمامة في داخل العاصمة ومسيء للبيئة ومضر بالصحة الى اخره يعني. والبلدية تعهدت بالتالي، حصل نقاش بين الاثنين، عندهم دول عندهم قيمة الصحة والجمال، والاخر عندهم قيمة اقتصادية. وضع المصنع خارج العاصمة امر مكلف جدا، ونقاط تجمع القمامة هي بعيدة جدا وقد لا يكون مجدي. هذا المكان عندهم اقتصادية مجد جدا، فعندهم قيمة المال وعندهم قيمة الجمال وقيمة الصحة الى اخره يعني. فحصل اتفاق على التالي، تعهدت البلدية انها ستقدم مصنع يمثل تحفة جمالية في داخل العاصمة، وليس منه اي اضرار صحية في 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 للبيئة. فقبل الناس هذا الامر، وتم حافظوا على الجمال وايضا حافظوا على القيمة الموجودة. فكلما نجحنا ان ما نحمله المجتمعات، ما تحمله من قيم يتحول الى مصالح يمكن الاتفاق عليها، اعتقد سنكون اقرب الى حالة توافق. اما اذا كان الامر كله في المطلق الحق والباطل، وهؤلاء يعني هؤلاء خونة ونحن فقط الوطنيون، كل هذا الوصم ما لم يتحول الى شيء اجرائي على الارض لا يمكن التفاوض وبناء توافق حوله. يعني طبعا ده امر مهم، واشكر كل الحضرات معنا اليوم، ان وجدت من خلال البحث ان غياب المرأة بشكل اساسي عن اماكن صنع القرار في الكيانات والاحزاب، لو لاحظتوا كده، لو ان من يفتكر الان قياده حزبيه نسائيه او قياده نقابيه نسائيه، كلهم يعني رجال. من خلال القراءه والاطلاع وحتى التواجد الميداني وجدت التالي، اني ذهبت الى اقليم دارفور، اقليم بالغ يعني الازمات والنزاع والقتل. عندما قرروا بناء السلام، عندما استعانوا بالمراه، الامر تحول 180 درجه. ان هناك المراه في دارفور هي وزيره الدفاع، تسمى الحكامه، تشعل الحرب بكلمة وتنهيها بكلمة. فتم تدريبهم على بناء السلام، فاختلف الوضع بشكل ضخم جدا. عندهم حاجة انها تسمى الجودية. الجودية هو نظام قبلي للتحكم في الدماء، وكان كله من الرجال. فطلبوا ان فقط في اثناء الحكم العرفي يدخلوا امرأتين كهيئة محكمة، لان عندك في مشاكل لا يفهمها الا النساء. لما أدخلوا النساء في هذه التجربة انخفض نسبة العنف والقضايا نسبة 60% تقريبا أو 70% في داخل الإقليم. بداية صنع السلام بين النمسا، بين فرنسا وألمانيا، بدأ بالأمهات الشهداء من الطرفين، أمهات القتلى من الطرفين، بدأ التواصل وبدأ البناء من هذا المصدر. غالبا إشراك المرأة في هذه القضايا يساهم، لأن مفترض يعني ملهم للحياة، للسلام، للوئام، للحفاظ على الحياة بيكون أفضل. حتى قالوا ان في اثناء الصحافه التغطيه الاعلاميه، عندما يرسلهم رجل لمناطق الحرب، تم تدمير 10 ناقلات جنود، تم استهداف 10 كتائب لجنود، لكن قدموا امراه، تم قصف مستشفى، هناك اسره مشرقه. غالبا يكون الخطاب شويه مختلف عن السجال والحرب الموجود. فاذا غياب المراه بشكل اساسي عن كياناتنا وعن قراراتنا بدرجه ما لا يؤخر بشكل اساسي بناء توافقات حقيقيه في داخل المجتمع. طبعا هذه قضية معروفة، والخارج احنا مش بنلعب كرة قدم، لا، انت في عالم له مصالح وله توازنات وله ضغوط، وبالتالي بعد فترة ما اذا انت لم تجد في داخل الوطن من يستوعبك، سيكون الامر انك انت تستعين بقوة اخرى. يعني احنا عندما حكيت لكم في هيئة العدالة الوطنية المصرية بعد الثورة، كان معنا شاب يدعي انه شيعي، احنا الشيعة في مصر مصدومين وعددنا 3 مليون، مش غلط تسمع من توفيق بالظبط وعادتكم ازاي والكلام من ده. لما حصل تغيرت الاحداث واغلق هذا المجلس العدالة الوطنية، الرجل حصل جواز هولندي واصبح الان ينابز الدولة المصرية من داخل هولندا بمظالمه، وبالتالي هو الرجل لم يجد فرصة في داخل البيت المصري، فانطلق الى فضاء اخر. فطبيعي الاخر ليسوا يعني شركات خيرية او جمعيات خيرية، لا، الاخر يستفيد من ازماتك، وانت ايضا المفروض ان تستفيد من ازماته.
فالأحزاب اليسارية، وهذا طبعا الكتاب أنا جبت التجارب نقدا من داخل اليسار، إن أحد إشكاليات اليسار أنه ارتهن في فترة ما قرراته بالحزب الروسي الكبير الحزب الشيوعي بشكل أساسي، كانت خياراته في إطار الصراع الروسي الأمريكي وليس في خطاب خيارات المجتمع الموجود. إن حركة المظلة الفلسطينية كل حركة من الحركات بدرجة ما أصبح ارتهنها بالعاصمة التي تمولها وتستضيفها، وبالتالي ذهابها لمؤتمر ما أو غيابها أو اتفاق على برنامج عمل يخضع للدولة المستضيفة. قضايا الأقليات طبعا كما تعلمون فيها إشكالية كبيرة جدا، يعني ما المصلحة مثلا أن ألمانيا الآن تكتب اللغة النوبية وتم تدريس اللغة النوبية في الجامعات الألمانية وتم جمع اللغة النوبية ودفع فيها الحياة مرة أخرى جيد جدا، لكن نتيجة أنت مش معتبرهم لغة ولا عاوز تقدم حقكم في طرف آخر بيستفيد من هذا الأمر سواء أكاديميا أو ثقافيا، وبالتالي الارتهان للخارج سواء بقى أنت أردنا أم أحببنا أحيانا يعرقل بدرجة كبيرة جدا الوصول إلى اتفاقات. إشكالية كبيرة جدا أننا ننظر للتوافقات من منظور الفيل والفراشة، يعني الحالة الإسلامية حالة كبيرة جدا وحالة موجودة وعددها ضخم جدا، الحالة الليبرالية أفراد وأشخاص لكن لهم تأثير نوعي، فأحيانا يقول لك أن لماذا أتوافق أنا مع الليبرالي؟ نحن بحجم الأفيال، مين من الأفراد يمثل إيه؟ لكن الحجم والتأثير لهم وضع أيضا مختلف عالميا ولو سياقات، لابد أن تراعي حتى وكان حجمها كبيرا هناك أفراد لها تأثير بشكل أساسي، يعني مكون المسيح المصري أيا كان عدده وفق الأهرام يمتلك قرابة 40% من الثروة المصرية، الشركات الضخمة جدا هذا مكون موجود، عندما أنت تغضبه أو لا تصل معه الاتفاق هو قادر على أن يشيل حركة الوطن بدرجة من الدرجات. التخلي عن المسؤولية الأخلاقية في الخيارات الموجودة تسبب أزمات كبيرة جدا. الشرطة في جنوب أفريقيا قبل الفصل العنصري، أثناء الفصل العنصري كانت قائمة على القوة البطش، لازم ترهب الناس وتخوف الناس ولا أحد ينبغي أن يتكلم. الآن طيب أصبحنا جهاز شرطة، الآن وضع اختلف، أصبح الأسود مواطنة كاملة له حق التواجد، ماذا سنصنع؟ فتم هندسة جهاز الشرطة كلها تحول من السيطرة إلى الخدمة، أنه يتغير المفهوم الضخم من أنه قائم على السيطرة إلى جهاز قائم على الخدمة، وهذا أمر يحتاج جهد ضخم جدا. قد يكون الأمر القائد الموجود في حزبه أو أيديولوجيا عنده شجاعة فردية أو عاوز يموت شهيد، لكن لابد أن نراعي أنه خلفه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية تاريخية، لابد أن نراعي الأفراد الذين خلفه. الأمر فقط لا يكفي أنك تكون شجاع، لكن عندك مسؤولية أخلاقية عن شعب وعن مجتمع وعن مكون، فينبغي في كل قرار هتأخذه أن تراعي هذا الأمر بشكل أساسي. وعندنا مثال سريعا طبعا التفصيل في الكتاب، عندنا على عزة بوجوفيتش، يعني كلنا نعرفه فيلسوف ورجل وازن، لكن أخذ قرارا أغضب كثير جدا من البوسنويين، يعني اتفاق ديته للسلام واتفاقه مع الصرب وتنازع عن جزء كبير جدا من الارض، فكان عليها حركة وعليه هجوم قوي جدا. فلما سألوه قال انا يعني لم تكن مهمتي في هذه اللحظة التاريخية احراز النصر، كان مهمتي تقليل عدد الضحايا، انا في امام حرب فرضت علي غير متكفئ الان، لا املك فيها قوة كبيرة جدا، فانا فكرة النصر الآن هذا كلام غير واقع، أنا كان دوري الآن وقف النزيف وتقليل عدد الضحايا. عندنا إشكالية كبرى إن إحنا أصبح مجتمع حريص على بناء القلاع، يعني إحنا كنا في مرحلة ما مجتمعاتنا كانت أقرب للتوافق، لكن نتيجة إخفاقات كبيرة جدا أصبح إحنا عندنا الحرص على بناء القلاع وليس بناء الجسور. يعني لو تأخذنا مثلا سابقا في الحالة المصرية تجربة الزعيم مكرم عبيد محامي قبطي مسيحي في حزب الوفد، قدموا نموذج في المواطنة متقدم جدا، كان غاندي يرسل طلاب لتعلم المواطنة من الحالة المصرية في مرحلة حزب الوفد، وكان يعني يقول مكرم عبيد أنا مسلم مسيحي ديانة مسلم حضارة، لا يجد تعارض بين أن يكون مسيحيا وأن يكون مفتخرا بالحضارة الإسلامية. ومن النكات اللي تحكى عنه أنه كان في بيترفع عن متهم سب الدين، فحول المحكمة بسهم سب الدين، والمتهم مصري المتهم مسلم وهو طبعا قاضي والمحامي مسيحي، مكرم عبيد كان مسيحيا، فقال سيدي القاضي إن هذا الدين الإسلام عظيم، ويعني هو أعلى وأرقى من أن يهين شخص بتفوه بكلمة لا تليق بالإسلام،
فقال له يا مكرم أنت تؤمن بذلك؟ قال موكلي يؤمن بذلك، يعني موكلي يؤمن بذلك الأمر وأنا أدافع عنه. هذا كان النمط اللي كان موجود، يعني علاقات متجاوزة حتى الإطار الديني إلى الإطار الاجتماعي. الليبرال المعمم سعد زغلول ابن الكتاب حافظ القرآن من 9 سنوات، ثم قال ذهبت إلى الأزهر فاستمعت لفقهاء المالكية فأعجبني الفقهاء الشافعية فأصبح شافعيا، ثم عين وكلا النيابة، ثم كان يتكلم اللغة الفرنسية، ثم كان في كل هذا الأمر ذاك الليبرال المعمم، يعني قدم نموذجا في الليبرالية الآن نحن لا نجده. هذه النماذج التي كانت حريصة على بناء الجسور كانت حريصة جدا، يعني عملوا حتى الليبرالي كان يشرف على الجناح العسكري المقاوم للإنجليز، وكان يبدو ذلك كان يتفاوض لكن كان عنده جناح عسكري أثناء النضال ضد الإنجليز. فهذه النماذج كلما في المجتمعات قلت أعرف أن في أزمة كبيرة جدا. الناس العابرة للأيديولوجيا إذا قلوا فبين المضلة عبارة عن الجسور بين المكونات، إذا أصبح كل فريق متمترس وفي قلعة حصينة ولا يسمح لفرد أن يتجاوز أو يخرج من الأيديولوجيا إلى فضاء آخر، اعرف أن في أزمة كبيرة جدا. المسيري رحمه الله كنموذج يعني بدأ اشتراكيا علمانيا على مشارف الإلحاد، ثم يعني تحول إلى يعني إلى قناعة بالإسلام، الحضارة بالإسلام ذاته، حتى كتب عنه بالعلم ماضي كتب عنه اشتراكي على سنة الله ورسوله، اشتراكي على سنة الله ورسوله، يعني بعد رجل حصل هذه التحولات وفر فضاء مهما جدا ما بين الحالة الاشتراكية الإسلامية وبين الحالة الإسلامية. ميشيل كيلو أيضا كنموذج النضال السوري، شخص مسيحي منحاز للحرية منحاز للعدالة، دافع عن الإسلاميين وإلى آخر حياته كان منحاز لهذا الأمر، وصل وكان نموذجا قادرا أن يبنى من خلاله توافقات لو تكررت هذه النماذج. فالمجتمعات عندما تبني قلاع في مشكلة كبيرة جدا. طيب أيضا في أمر ثقافي يحل دون بناء التوافقات، أن معظم المنابع الثقافية المغذية لأولادنا في المدارس في المساجد في الفن في المسرح لا تدعم التوافق، هي مناهج في غالبها مناهج أحادية. يعني ما تقرأ مثلا في التاريخ مين موحد القطرين، أول فرعون مصر وحد جنوب مصر وشمال مصر، طب مين ما كانش معاه حد، ما كانش جنبه كده جيش ولا جنبه فريق، لا فكرة الزعيم الأوحد الذي ينجز كل شيء. وبالتالي الطالب يتوافق ليه مع زميله، يتفق ليه على عمل طالما الإنجازات الكبرى يصنعها إيه، يصنعها أفراد. فمعظم المناهج الخط ماشي على أن معظم إنجازات الأمة هي الأفراد وليست مجموعات عمل أو فرق أو تراكم حتى الجهود. يعني قبل مينا آلاف القادة، أحمس مش لوحده اللي حرر مصر من الهكسوس بل قادة كسر. فالمناهج غالبا عندما اطلعت عليها قائمة على تمجيد البطولة الفردية وليس البطولات المتجاوزة والعابرة للأشخاص والأيديولوجيات. للأسف معظم مناهجنا بتعرض تاريخ الأغلبية، يعني مجتمعاتنا فيها أغلبيات لكن الأقليات ساهمت بشكل أساسي في انتصارات حقيقية. تجد معظم التاريخ لا يتناول هذه الأقليات، يعني مثلا في حالة أحد دول عربية التاريخ المسيحي تاريخيا استمر 500 سنة، مناهج التربية والتعليم لا تذكر هذا تماما. بدأ إزاي؟ الحالة الفرعونية بعدين عمرو بن العاص. طب في 500 سنة في النص، في 500 سنة كان في ناس عايشين في هذا المكان وموجودين، أنت بجرة ألم مش موجودين، وبالتالي أنت تعرض فقط تاريخ الأغلبية، أين ذهب هؤلاء الناس؟ يعني فبالتالي هذا الاكتزاء أولا مسيء جدا لهذا المكون، مكون وطني وأصيله موجود في داخل البلد، وبالتالي عندما يأتي متطرف منه يقول لك يا عم احنا لا يعني يعتبرون موجودين في داخل البلد، فهذه إشكالية كبيرة جدا. أيضا معظم المناهج الدراسية تتجاهل دور المرأة بشكل أساسي على سبيل الأمثلة أو الصور، يعني مثلا تجد مثلا في الاتحاد الإسلامية 10 مبشرين بالجنة، ما تجدش ولا صحابية، يعني كل المنهج قائم ان البشر المبشرين دول رجال. طب النساء يعني زوجات الرسول حتى يفرض لهم حجم، او سيدة نسيبة بنت كعب، في هناك نماذج ملكة بلقيس، في نماذج جيدة، لكن كل المنهج ذكوري امر فيه اشكالية كبيرة جدا. وبالتالي انت كده خاصم نص المجتمع بشكل اساسي، فعلى ماذا نتوافق بعد ذلك؟ يعني هذا كان عرض سريع لما هو في يعني في الكتاب، وفصلت بقى طبعا الحوارات الاخرى مع الخبراء اتركها لكم باذن الله ان شاء الله. شكل وقتكم، والان يعني جاء وقت المداخلات والاسئله. شكرا. شكرا يا استاذ، سلمت علينا في اجواء طيبه وتفاصيل جميله، وتوافق مطلب للحياه الاجتماعيه المستقره يعني وللنمو.
في موضوعين يمكن أذكرهم بسرعة في هذا اللقاء بعد ذلك نسمع الأخوان. الموضوع الأول موضوع التوافق، لا يلزم منه إيجاد توافق لكل المجموعات الموجودة في السنة، لأن هذا يعني عملية شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة. التوافق يأخذ بالحسبان التيارات الكبيرة وأيضا التيارات الصغيرة، لكن هناك حدود للتيارات الصغيرة التي ممكن أنه تتعامل معها في هذا. وأيضا مواضيع التوافق، يعني موضوع مثلا لما أنت مثلا تريد تتوافق على مثلا الحكومة، ما فيك تحط لك 2001 الحكومة حتى تتوافق من كافة المتطلبات أو المجموعات والأفرقاء الموجودين في الحكومة، عندك 20 واحد، فلا بد من وضع هذا. أيضا يعني الطريقة التي ممكن أن تصعد فيها هاي، يعني أيضا يتم أحزاب ولا طرق أخرى لكي أنت تصعد فيها. فالتوافق أضرب لك مثال واحد بسيط يعني سريع وحاصل اليومين، مثلا اللي حصل في إيطاليا في الانتخابات الأخيرة، وجاءت السيدة هذه اللي عندها أصبح عندها 26%، هي لم تأخذ الأغلبية المطلقة في البرلمان ولكن عندها 26% كأكبر حزب موجود فيها. جزء من المسائل اللي طرحتها طبعا في ناس آخرين في المجتمع ما يقبلوها، يعني أضرب لك مثال واحد اللي هو البعد الاجتماعي قد يكون أكثر من البعد السياسي واقتصادي، بس مسألة المثلية الفلسطينية هي ضد هذا التوجه، وبالتالي سوف تسن قوانين اللي هي تحد من هذا الموضوع. وهذا طبعا يعني احدى مسائل الاشكاليات، انه هناك حدود لما يمكن ان تكون عليه التوافق الذي نسعى اليه، هناك حدود يجب ان نعرف مسبقا انه هناك حدود. واحد. اثنين، انت تعرضت اليه بشيء ايضا من التفصيل وهو المسؤوليه الاخلاقيه. شوف احنا في بحسب المفاهيم الاسلاميه والدينيه، مثلا عندنا مقوله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث انه لن يخرج احدكم فيصلح بين طائفتين أفضل من أن يقعد في مسجدي هذا يعتكف شهرا كاملا. يعني البعد المعنوي يعني ربط الأمور بالعلاقة بالله سبحانه وتعالى، موضوع هاي جزء أنا أعتقد أنه يعني يحتاج إلى أيضا جهد في هذا الإطار. جزء كبير، يعني الحين كم حجمه ما أستطيع أنه أحدد حجمه، لكن جزء كبير من الإشكاليات الحاصلة هي الأبعاد النفسية والمعنوية التي تحكم يعني عمليات التوافق. والمثال اللي انت ضربته في دارفور، مسألة انه تواجد النساء، هاي في بعد نفسي ومعنوي الذي اوجد حالة من هاي، فهي الأبعاد النفسية والمعنوية ايضا عملية ربطها بـ 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 بالآخرة بالله سبحانه وتعالى، عملية ربطها بهذا الموضوع. احنا عندنا مجتمعات لها تأثير، الآن أنت تريد أن تستفيد من هذا التأثير لازم أيضا تضعها في برنامجك لكي، يعني رحمة الله على الدكتور يوسف غادرنا أمس فرحمة الله عليه، الناس اللي حضروا أؤكد لك أن الذي حضروا مثلا صلاته في صلاة الجنازة بالتأكيد مسؤولين سياسيين أكبر حجما منه لن يحضر نصفهم. هناك بعد معنوي، البعد المعنوي ضرورة، النظر في البعد المعنوي وكيفية الاستفادة من الأبعاد المعنوية في إيجاد التوافق مسألة جدا مهمة. مع الشكر. شكر. تفضل اسمعك. شكر جزيل لمركز وجدان وللدكتور ياسر الغرباوي على هذا الجهد الهام
أنا كنت في نفس الوقت لدي محاضرة أخرى في الملف السوري عن دراسة المسارات وماذا يمكن أن تفعل المعارضة خلال المرحلة القادمة، وأيضا على هذه المحاضرة القيمة التوافق الوطني. شعرت من الأهمية بمكان أن أحضر هذه المحاضرة على أن أحضر المحاضرة الأخرى، لأن صناعة التوافق الوطني قضية حساسة. طيب، من هو المسؤول عن صناعة التوافق الوطني؟ هذا السؤال المهم اللي دائما نحن نرمي مسؤولية الفشل على أطراف عديدة. عدم استثمارنا في مراكز الأبحاث وأيضا العلوم الإنسانية بشكل كبير، وعدم سحب الكفاءات العلمية أو ذات المستوى الرفيع إلى هذه القطاعات، يجعل عملية صناعة ونحت التوافق الوطني ليس بالسهولة بمكان. يعني نحن أمام معضلة اجتماعية، نسحب المتفوقين إلى الطب والهندسة والعلوم العملية بحجة أن نريد أن نبني وطن متقدم، لاحقا نشعر أن من استثمرنا بهم هاجروا إلى الولايات المتحدة وأوروبا، والمجتمع بقي في حالة تخلف ولم يتقدم. هاي النقطة أنا بشوفها يجب أنه نحن نركز عليها للمرحلة القادمة. النقطة الثانية، قضية صناعة الدستور والميثاق العهد المجتمعي. دائما كان يعني في تجربة السورية عندما كان في اللجنة الدستورية ويتكلمون عن أي دستور يمكن أن نقبل به، عندما تكلم البعض عن دستور عام 1950 في سوريا الذي صنع من قبل الفترة الديمقراطية، البعض قال هل نريد أن نعود إلى فترة الخمسينات والناس تقدمت وتطورت؟ أنا رجعت إلى فكرة أن الولايات المتحدة دستورها من عام 1776 وعدد التعديلات تكاد تكون معدودة، يعني معدودة تماما، ليست من عام 1776 حتى الآن. طيب لماذا لم يقول أحد أن هذا الدستور متخلف؟ يعني هي تستحق أيضا الدراسة. لذلك التجربة الأمريكية في الدستور بصناعة الدستور والميثاق بين المجتمع، وأيضا كما ذكرت في قضية شعور توزع السلطات، يعني عندما يكون السلطة محصورة في الرئيس مباشرة أو رئيس الوزراء سوف يكون هناك شعور في عدم المشاركة، بينما عندما نلاحظ أن في الولايات المتحدة البعض يقول أن الرئيس الأمريكي يمتلك ثلث القرار فقط، وهناك توزع للتعارض المصالح بين البنتاغون والوزارة الخارجية والبيت الأبيض والجميع. لذلك نحتاج إلى تطواف على كافة هذه الأفكار، وأيضا حوارات طويلة ومعمقة من فئات غير مضغوط عليها. يعني عندما يكون مركز الوجدان يقوم بهذا الدور وعلى استمرار وبعيد عن الضغوط، يمكن أن ينتج مادة جيدة ويكون لها فائدة على الصعيد العربي والإسلامي. شكرا جزيلا. دكتور إبراهيم عندك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أسمعك دي التسجيل بس. شكرا أخي ياسر، الله يكرمك، موضوع جميل جدا ونتمنى أن حضرتك تكمل فيه، ودي الدرجة الأولى من سلم طويل إن شاء الله أنت أهل لهذا. يعني أشكرك على دعوتك، لكن لي تعقيب سريع وبسيط جدا. حضرتك قلت من العوائق كثافة الأيديولوجيا، أنا كنت أتمنى أن تكون الفهم الصحيح والخطأ للأيديولوجيا. الأيديولوجيا في تاريخنا الإسلامي، أنا بتكلم علينا كأمة مسلمة، يعني لو احنا درسناها دراسة بالفهم الصحيح وربط الدين بالواقع وربط الدين بالمجتمع، هتلاقي ان احنا نجحنا نجاح باهر في الفترات الاولى ايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من الخلفاء. وكانت التوافق الاجتماعي والتوافق الواقعي والتوافق الحضاري، وكنت تجد بلال وسلمان وكذا وكذا، وكان البلاد الجميلة اللي احنا فتحناها برضو توافقنا معها توافق جميل، لان كان في فهم صحيح لهذه الايديولوجيا.
بالعكس حضرتك استفدت لما قلت المثل بتاع نيلسون مانديلا وتوتو. لما نيلسون مانديلا قال الخطاب بتاعه قال جئت لأنقذ الضحية والجلاد، ده تفسير ونص صريح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن الظلم. أليست هذه ترجمة لما قاله نيلسون مانديلا؟ فأنا عندي الأيديولوجيا الكثافة تؤدي إلى التوافق، لكن الفهم الخطأ هو العائق الذي ندعو إلى تجنبه. فأيديولوجيا إحنا هويتنا وأيديولوجيتنا تدعو إلى التوافق وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى المحب حتى مع العدو. من آذى ذميا فقد أذاني، هذا هو. في أحسن من كده توافق؟ ليس هناك أحسن من هذا في التوافق. الحديث ولا هننقله لأحد مسيحي. أحكي لك قصة، طبعا مثالك واضح. في أحد الليالي دعيت في القاهرة في الزمالك دورة بين المسلمين والمسيحيين والإخوان المسلمين والكاثوليك بعد الثورة. فالمسيحيين لهم سؤال يعني بعد الثورة، قال يا أستاذ ياسر الإخوان المسلمين ماذا سيصنعوا فينا؟ يعني إحنا هل سندخل الجيش؟ سندخل المخابرات؟ سنكون لنا حق التمثيل؟ فقلت لهم والله أنا في هذه الدورة يعني لست من الإخوان، في واحد حاضر ممكن يتكلم يعني ممثل الإخوان شباب يعني يمثلهم يقول لكم ما الذي سيفعلونه سويا يعني. فأخونا هذا كان أزهريا، فقام خطيبا قال يا أخي الحبيب أنتم في ذمة الله ورسوله، وذمة الله ورسوله أهم من الوطن، وأنتم من أذى ذميا فقد أذاني. قال لي يا أستاذ المسيحي بقى، قال لي يا أستاذ دي هناك عند ربنا، هنا هنعمل إيه؟ يعني قصدي أنا ذمي، يعني كلمة ذمي هو اعتبرها كلمة ذمي هو اعتبرها انتقاصا من المواطنة. قال له أنا زيك دلوقتي، إحنا الآن جالسين على طاولة واحدة اسمها طاولة الوطن، عقد الجغرافيا وليس عقد الدين. فما أنت لأنت حركت أنت يعني اعتبرته فضلا كبيرا في فهمك الموجود، أنا عاوز أتوافق مع الآخر اللي شاف إن هذه المصطلحات عنده عملت له مشكلة، لأنه أنا واقف على أرضية مختلفة على الأرضية السابقة التي تتكلم عن تجربة تاريخية موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الإمبراطور اللي كان فيه خليفة وخلافة، وكان ساعتها مقدر ومقدم الرابط الديني. الآن انتقلنا في عقد جديد قائم على عقد الجغرافيا، على عقد المواطنة. نحن الآن شركاء في عمارة واحدة وفي سكن واحد، ندفع الكهرباء ورسوم النظافة إلى آخره. فهذا المفهوم جميل جدا عندك، لكن عند الآخر لا، عايزين نتوافق معاه يحتاج منك الى معالجه. هو ده دور من يفهم الايديولوجيه فهما صحيحا. نعم. هي دي مشكلتنا في فهم الايديولوجيه. نعم. في فهم هويتنا تحتمل هذا الواقع وتحتمل هذه المعاني. نعم. انت اقعد كراجل تعتز بهويتك وهويتك ومسؤوليتك، حول هذا التاريخ الحضاري الى حضاره عصريه، تكلم بلغه الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس يتكلموا بلغه الاخر حتى يفهموا، حتى في ألفاظ القرآن ألفاظ لا تجدها مكية فقط، ولكن تجدها ألفاظ نجدية وتجد فيها ألفاظ يمنية وتجد فيها حتى الألفاظ الفارسية العابرة للغة العربية. لكن ليس حل كثافة الأيديولوجيا أنه أعبر الأيديولوجيا. أنت ضربت مثل بمكرم عبيد، صح؟ مكرم عبيد لما تكلم هل هو تخلى عن مسيحيتي؟ لما تخلى عن مسيحيتي، ولكن فهم مسيحيته وإسلام الأخرين. الفكرة على الأقل إن شاء الله. حاضر، جزاك الله خيرا يا أخي الحبيب. طيب في اي شيء؟ لا خلاص. طيب عبد المهيمن. السلام عليكم ورحمه الله. الله يجزيك الخير، ومجهود مشكور ومقدر. عندي سؤال يعني تغريده خارج السرب ورعي بعيدا عن القطيع. لما تحدثت عن الايديولوجيا، الا ترى انه احنا السؤال الان لسنا فقط بحاجه لبناء السلم الاهلي داخليا، لكن بحاجه لبناء السلم الاهلي مع البشريه بشكل عام، وعليه أنه يجب أنه إحنا أيديولوجيتنا تكون ذات اتجاه واحد. يعني أما أن أنا يكون عندي أنه السيطرة على أراضي الغير ومقدراتهم بالقوة احتلال، فأبدأ بهذه النقطة من أول احتلال المغرب والأندلس بعد ذلك والهند وكل هذه الأمور، وأذهب في صيغة صالحية تاريخية مع كافة البشر، أو أعتبر أن كلا الأمرين كان فتح واستعمار، فمثل ما أشيد بالقائد العربي الذي فتح الأندلس كذلك أشيد بالقائد الإسباني الذي استردها، وأشير بالقائد البريطاني وبالحملة الفرنسية، بحيث يكون عندنا إحنا سلام أهلي عالمي ليس فقط في الوحدة العربية. هل ترى أن هذه الأيديولوجية التي ما زالت مسيطرة
والتي ذات اتجاه واحد، فيها قراءة في نظري أنا طبعا قراءة خاطئة وظلم بين حتى للتاريخ. هل ترى من ضمن أمورك أو من ضمن رأيك الشخصي أنه يجب كذلك أن نعيد النظر فيها؟ وشكرا. شكرا لك أستاذ على هذه الندوة. أنا أريد أطرح سؤالين. السؤال الأول، طبعا أنا اهتميت كثير بالدوافع الصراع العرقي بين الجماعات الأهلية، وهناك مقاربة تقول بأن حضور تاريخ للصراع الطائفي والإثني بين الجماعات الأهلية ممكن يكون عامل فعال في إحداث الحروب بينهم، مثل المدرسة الفرنسي مثل الأستاذ موريس هالباكس وبيير نورا اللي تحدث عن الذاكرة المكانية لدى وأنا أشوف أنه هذا ينطبق على المجتمع العراقي. فإحنا عندنا تاريخ للصراع الطائفي بين الجماعات الأهلية، سبب يعني حتى الحرب الأهلية اللي حدثت 2006 و7 كانت بسبب تفجير حرمين الإمامين العسكريين بسامراء 2006. سؤالين، هو هل التوافق الوطني يشترط إلغاء التنوع الثقافي والديني؟ لأنه الدكتور برهان غليون يرفض بأنه القول بأن التنوع الثقافي والديني هو سبب الصراع الطائفي، بالعكس هذا ممكن إحنا الدولة تستفيد منه بالغنى الثقافي إلى آخره. فما أظن أنه التوافق، هل بمعنى توافق الهويات على هوية واحدة؟ أنا ما أظن أنه هو هذا السبب، هو سبب الطائفية. السبب الثاني، ليش ما أفترض الانقسام الإقليمي كحل للحروب الأهلية؟ عندنا كردستان بشمالية العراق هي الآن يعني تنعم بالأمن مع وجود بعض المشاكل وإلى آخره، فليش نظل دائما نشيطن الفدرالية والانقسام الإقليمي وإحنا أمة واحدة ومدري شنو؟ خليها يعني إذا خصوصا أنه بعد حدوث الحرب الأهلية يعني راح تزيد الطائفية أكثر وأكثر، وراح يزداد الغلو والعداء بين الجماعات الأهلية. فخلاص أنت تنعم بالأمن وأنا أنعم بالأمن الفكرة. وانقسام إقليمي. واضح فكرة، شكرا. طيب فضلت حسن ودخلة ولا أنا صنع عوزك في الإجابة خلينا نأخذ بس بدخلة وهرجع لك تاني فيها بدخلة أخرى تاني. طيب الله يبارك فيك. شكرا جزيلا استاذ ياسر على الندوة، ولكن سؤال بسيط، خاصة انك في الكتاب ركزت على بلدان الربيع العربي، ويعني لو هيك مراجعة سريعة للبلدان الربيع العربي، الجانب الديني لعب دور كبير في النزاعات الداخلية، سنة شيعة حوثيين واليمنيين اقباط ومسلمين اخوان مسلمين ومغير مسلمين. التجربة السورية كانت تجربة يعني دموية دينية، الجانب الديني لعب فيها دور كبير جدا. الان توافق وطني ومصطلح علماني، هل ترى وجهة نظرك أنت كمؤلف الكتاب فصل الدين عن نظام الحكم في العالم العربي أو في بلدان الربيع العربي ممكن أنها تصل يعني تعمل تجربة متطورة في موضوع التوافق الوطني، أو في يعني إعادة صياغة الجملة، النظرة إعادة النظرة للدين في حياة المجتمعات العربية بشكل عام، النظرة للدين من كل مكونات المجتمع. جزاك الله خير. طيب في عشان نخدم بقى انا سجلت يعني ده موضوع كتاب تاني يعني مش كتاب. شكرا. وضعت العصام. شكرا جزيلا اولا على الدعوه الكريمه، ويعني شكرا جزيلا ايضا على الجهد المتميز. يعني الاستاذ ياسر هذا الجهد ليس جديدا بالنسبه له، لاني اتابعه منذ سنوات، واتابع جهده وكتاباته المتميزه سواء التي صدرت في شكل كتب أو في شكل مقالات نشرت في عدة وسائل إعلامية، فهذا الملف في غاية الخطورة. أحيانا بيبقى من المطلوب مننا كباحثين أن نحرر المفاهيم، وتحرير المفاهيم أنا بتعامل مع المفاهيم كأنها مفاهيم إنسانية مجردة، وليست مفاهيم ليبرالية ولا مفاهيم علمانية ولا مفاهيم إسلامية ولا غيرها، ولكن التعامل مع المفاهيم كمفاهيم إنسانية مجردة، لأنها في الأخير محصلة نتاج فكري. والمفهوم اللي تبناه الأستاذ ياسر في الأخير في أحد مستويات التعريفات هو مفهوم إجرائي، لأن أنا بتكلم على فكرة الحد الأدنى، وفكرة الحد الأدنى أحيانا بعض المفكرين بيؤسسوا لها بثنائية 80-20، أن لو توافقنا على 20% فهناك 80% يمكن أن نتناقش فيها، ولو توافقنا على 80 ممكن نؤسس كيف نستكمل 20، وحتى لو لم نستكمل 20 فليست هناك إشكالية لأننا متوافقين على الأغلبية. فهذه قضية جدلية،
الملاحظات السريعة اللي أنا كنت محتاج أقف عليها هو إعطاء أولوية كبيرة جدا في عمليات التغيير وفي عمليات بناء التوافق على النخب السياسي. لأن شايف ده تحد، لأن إحنا عندنا كمان في إطار العلوم السياسية مقترب شديد الأهمية اللي هو مقترب الدولة والمجتمع، إن ممكن أن يكون الدولة التي تمثل بشكل أساسي في النخب يمكن أن تكون قوية، ومع قوة المجتمع قوة الدولة وضعف المجتمع يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنامي سياسات وفلسفات الاستبداد، وبالتالي هتبقى عندي مجموعة نماذج: دولة قوية ومجتمع قوي نموذج، دولة قوية ومجتمع ضعيف نموذج، مجتمع ضعيف ودولة قوية نموذج، مجتمع ضعيف ودولة ضعيفة نماذج. فمثل هذه الحالات يكون أيضا في الوقت الذي نسعى فيه إلى أن تكون هناك شخصيات وأن تكون هناك مؤسسات وكنت أكون هناك نخب قوية وفاعلة، كيف أيضا نستثمر في بناء مجتمعات فاعلة. أحد التحديات الكبيرة، لو طبعا أنا أعلم أن حضرتك ممكن تكون متابع كتاب صدر سنة 2008 لصامويل هانتينغتون بيتكلم عن هويتنا، هوية في خطر، وكتاب كارتر نفسه اللي صدر في 2008 عن أمة في خطر. أمة في خطر رغم عشرات السياسات التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر أكثر من 250 سنة للإدماج، لإدارة التعددية، لما يسمى ببوتقة الصهر، ورغم هذه السياسات لم ينجح النموذج الأمريكي حتى الآن سواء في بناء الأمة أو في بناء الدولة. وبالتالي تظل هذه الإشكالية شديدة الأهمية وشديدة الخطورة، وتصبح ثنائيات الدولة والمجتمع أحد أهم المداخل التي يمكن التفكير فيها في التعامل مع بناء هذا التوافق. شكرا جزيلا دكتور. نختم بأس خالد سؤال، طيب تفضل عشان الوقت. أولا شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة، وسعيد بهذا النقاش الثري، وإن كنت حضرت متأخر بعض الوقت فلم يعني أحضر معظمه، لكن الحقيقة يعني هناك ملاحظتان. الملاحظة الأولى يعني أتوافق مع الأستاذ الكريم الدكتور في أنه يعني إذا كان عندك رصيد تستطيع البناء عليه لإحداث هذا التوافق فلا تتخلى عنه. يعني الآن في تقديري العالم، يعني كنت أقرأ مقالا اليوم لصديق لي يتكلم عن الشعبوية، وأنه هناك كم ضخم من التغير لناحية اليمين المتطرف كما يقال على مستوى العالم. فراجعت مسألة المجتمع الذي يتكون من أفراد، ما المدخلات اليومية التي تصنع هذا المجتمع أو هذه الأفكار التي تملكها أولادنا حتى الأجيال. يعني أنت تتكلم عن المفروض أمر مستقبلي يمكن أن يحصل، فبالتالي الذاتية والأنانية والحالة الفردية وتمحور حول الذات بعيدا عن الأيديولوجيات وبعيدا عن الدين وبعيدا عن ممارسة الحياة حتى الاجتماعية الطبيعية والسياسية، فنجد أنه هناك عوامل كثيرة، inputs كثيرة، يعني مدخلات كثيرة تصنع هذا الانفراد والتوحد بعيدا عن التوافق وبعيدا عن التواصل وبعيدا. فهذا الهم أظن يعني يمكن التربويين أيضا لهم دور كبير فيه، في إحداث حالة من الاندماج الجماعي. الإنسان يخصم نفسه، يعني الآن يعني كثير من المجتمعات تعيش فرقة ضخمة جدا وتبدو وكأنها منسجمة أو كأنها تجمع أو كأنها مجموعة. هذه واحدة. الأمر الثاني، ملاحظة بسيطة قد تكون طرفة، أن النماذج التي عرضتها مشكورا عن التوافق كانت فردية. يعني مكرم عبيد وسعد زغلول والمسيري لم تعطيني نموذجا جماعيا تحرك ليتوافق. شكرا جزيلا. طيب بارك فيك. طيب انا في مجموعه اسئله اللي على قد اجاوب عليها، وهستعين بصديق دكتور حسن فيما يخص الايديولوجيا ودهاليزها، يعني واعتقد يكون يعني افضل مني في تفكيك موضوع كثافه الايديولوجيا وخطورتها على موضوع التوافق. بشترك الاول مع باشمهندس عبد العزيز ابو تركي جزاه الله خير. نحن أمة نشأت على الضفاف الإسلام والدين،
ففكرتي على ما اتكلم في الكتاب انا لا يعني اتكلم كباحث في كيفيه توافق في كيفيه توافق المجتمعات بغض النظر عن كل مكون ماذا يعتقد. يعني اقصد ندور الان ليس بالدفاع عن الامه الاسلاميه او ماذا تعتقد، لكن بتكلم عن تجارب العالم في التوافق. وطبعا الكتاب صعب اظلمه، يعني هذا العرض مختزل جدا وبالتالي في تفاصيل كثيره جدا نماذج الدول والاشخاص ستجد فيها استفاضه. ففكره ان انا استبعد الدين، او انا مش دوري قصدي ان انا اتكلم عن انا رايي استبعد الدين او استبعد مكون مكونات، لا انا بتكلم خبره انسانيه عالميه في المجتمعات كيف تحركت. يعني الدين ليس فقط عندنا مهم، يعني النزاع في ايرلندا الكاثوليك البروتستانتي ونزاع ديني بامتياز، لكن كيف تعاقلنا هذا النزاع ووصل الان لاتفاق الجمعه العظيمه، ونحن الى الان في العراق 1400 سنه او 1000 سنه لم ننجح في انجاز هذا الاتفاق. طبعا ممكن نقرر الموجود، فبالتالي عندما اتكلم انا ليس دوري ان اؤكد ان فلان يعني الدين عنده مهم او فلان اخر الدين ليس عنده مهم، لكن انا عرضت خلاصات انسانيه في كيفيه الوصول للتوافق حتى ما بين لو فريق ملحد وفريق ديني كيف سنصل. يعني الحاله التونسيه، الحاله عندك تيار اسلامي له مرجعيه اسلاميه، وعندك تيار يساري اشتراكي ليبرالي علماني قوي جدا وضخم، ممكن من اقوى التيارات الموجوده واشدوها شراسه في الحاله العربيه. المصطفى مرزوقي مثلا عندما كتب المقدمة يقول ان هؤلاء الطيارين احد نجاحات ثورة تونس الى الان، يعني رغم التحديات، ان مثلا باتفاق 18 اكتوبر في باريس جمعوا جماعة العلمانيين والليبراليين والاسلاميين واتفقوا على الوثائق، حوالي عدة وثائق، نظر للمرأة، نظر للدين، نظر للتاريخ، للذاكرة المشتركة، اتفقوا على الحد الادنى. فقال المصطفى مرزوقي مثلا الاسلاميون قدموا فكرة الحفاظ على الحفاظ على الهوية، والتيار العلماني اخذ الحفاظ على الحريه الشخصيه. يعني الدوله اعتبرت انها دوله مسلمه، لكن فكر بقى احكام الشريعه تنحت بدرجه ما، لكن ضمن العلمانيون بدرجه ما الحريه، ملف الحريات، وضمن الاسلاميون ملف الهويه. حصل تقارب حول مساحه وسط في هذا الاطار. انا دور الان لا احكم على صحه هذا القرار العلماني او صعوبيه هذا القرار الاسلامي، لكن هذا المجتمع، هذه القوة التي تحركت ضد الاستبداد نجحت في خلق مساحه الى الحد الادنى المشترك. فطبعا كويس جدا لو انت تقدر تعمل من داخل الدين، تعمل مقاربه اسلاميه حضاريه لتقنع الاخر العلماني والليبرالي والاشتراكي واليساري، وطبعا حتى الملحد في الاخر هتلاقيه ولا انا معاه جواز وانا لا حق اعيش في هذا الامر. فاذا صنعت هذا الامر والله يبقى انت بطل، يعني امر لا ليس مطلوب انك تستبعده او اداه عندك فاعله انك تخرجها من المشهد. وليس دوري اقول لك استخدم الدين، تستخدم ما الذي يعينك ان تجعل هذا المجتمع يجنح الاستقرار والى 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 السلام. يعني كنت اقرا وتعجب في الحاله الاسلاميه مثلا، بعضهم كان يقول احيانا الدين احيانا طبعا قدم الوحدة على التوحيد. طبعا هذا الكلام يعني ربما يكون صادم، لكن مثال سيدنا هارون قال يا هارون وما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، فقال إن خشيت أن فرقت بيني ولم إيه ولم ترقب قولي، أنا حافظت على الأمة لحد ما ترجع شوف لك حل معاهم. فكان أصبح مجرد الحفاظ على الوحدة في هذه اللحظة كان مقبولا بدرجة من الدرجات. الدكتور العزيز باشمهندس، يعني فكرة يعني في أثناء الكتاب طبعا فكرة الوجود العقل البسيط التطبيقي أحد أزمات عدم التوافق. بمعنى إيه؟ لو رصدنا معظم الكيانات اللي كانت موجودة على الساحة العربية قبل الثورات، معظم قادة هذه الحركات إلا ما نظر عقول تطبيقية، يعني كيمياء، رياضيات، فيزيكس، هو واحد واحد بيساوي اثنين. فكرة إن الحق صور متعددة، فكرة إن لا ممكن يبقى أنا الأقوى وما كسبش. فالعقول التطبيقية غالبا تحتاج إلى معالجات كبيرة جدا حتى تقود إلى توافق. يعني معظم العقول المركبة التي تنهل من مناهل شتى إنسانية وفيها نسبية وعندها أن الحقيقة ليست مطلقة، الحقيقة مطلقة وجزء من الحقيقة، القيادات اللي تربت في هذه المحاضن غالبا عملت منجز حضاري. يعني حتى مثلا صلاح الدين مدخلاته الثقافية متنوعة بشكل غريب جدا، يعني أشعار العقيدة، صوفي الطريقة، كردي الجنسية، عسكري النشأة، كل هذه الخلطة اللي وفرت في النهاية نجاحات بدرجة ما. أحد إشكاليات الكيانات أن معظم الكيانات القائمة الآن أو المتحكمة في القرارات حتى السياسية هي كيانات العقول ومتحكمة فيها عقل تطبيقي، يعني عقل موضوع النسبية فيه والعلوم الإنسانية لم تأخذ حظا واسعا منهم.
بعض سؤال أخونا، سؤال موضوع الدين. أنا لا أحدد يعني رؤيتي أنا لموضوع الدين، كل مجتمع بيقرر ومكوناته تقرر ما 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 دور الدين في 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 الفضاء العام الموجود، وكل أمة لها لها مقاربة مختلفة من 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 المقاربات. لكن غالبا العقل الديني إذا عنده كثافة أيديولوجيا ويرى أنه هو الحق والصواب بيكون أمر صعب جدا، لأن بعض الناس يقول لك إن الكراهية العادية ممكن تذهب، لكن كراهية مبنية أنه يكرهك عبادة لا تنضب، هو بيتعبد أنه يكره الآخر أو ينظر له بشكل بشكل يستمد منه يعني الاستمرار. فإذا أعتقد الدين يعني مازال يعني الأصل فيه الرحمة والتوافق والوئام، لكن أن ننقله بقى إلى ساعات صراع وحرب الآخر أعتقد فيه إشكالية 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 كبيرة جدا. طبعا الكتاب أنا أعتقد مهم أن أقرأه، طبعا أنا يعني كثير من التفاصيل صعب أعرضه في جلسة واحدة يعني، فنأخذ فرصة للاستعراض. أما فيما يخص بقى الأفكار والأيديولوجيا وعلاقتها بالدين، أخو دكتور حسن لعلك سمعت دكتور حسن بعض الأسئلة فتسعدني في الإجابة عليها، ونحن لك من الشاكرين. تفضل تعال، أنا أعطيك يعني 10 دقائق، 10 دقائق تعال تفضل تعال هنا. يعني فكرة كثافة الأيديولوجيا وأن الأيديولوجيا عندنا جيدة، أعتقد محتاجين نفك الاشتباك بين الأيديولوجيا والدين. ما هي الأيديولوجيا وما هو الدين؟ يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ابتداء يعني لازم نحدد الحيز الذي يتحرك فيه سؤال التوافق. هذا الحيز هو الاجتماع السياسي، بمعنى أنه إذا كنت أنت ملحد وأنا مؤمن مثلاً أو العكس، ما يمكنش نتوافق على نصف حقيقة على نصف إله، أنت مؤمن أنا ملحد أو العكس، فهذه ما فيها توافق. لكن أنا وأنت أبناء بلد واحد ومحكوم علينا بأن نعيش معا، فنتوافق على قواعد التعايش. ولذلك إشكالية التوافق هي إشكالية سياسية، وهي إشكالية ثقافية، بمعنى تغيير بنية القناعة السياسية ومفردات الثقافة السياسية. تعرفوا أن الآسرة الاجتماعية والرابطة الاجتماعية هي باستمرار واسعة، يعني كي نحكيه على مجتمع كيف انتحتت وكيف انبنت الرابطة والآسرة الاجتماعية في مجتمع مجتمعات، سنجد عوامل تاريخية كثيرة، سنجد مخيال أنيماجيناغ يعني مخيال تاريخي كيف يشتغل، سنجد لغة مشتركة، دين مشترك، تراث تاريخي إلى آخره. الآسرة الاجتماعية واسعة، لكن الآسرة السياسية أضيق، هي أضيق. والمكتشف الكبير للفكر الحديث السياسي الحديث هو أنه منح الآسرة السياسية استقلاليتها الفكرية والمعرفية، بمعنى أنه إحنا باش نتعايشوا سياسياً مش مطلوب أن تجمعنا هوية ثقافية واحدة كلنا متفقين فيها، هذا مستحيل. مطلوب أن تجمعنا هوية سياسية ثقافية سياسية واحدة، أنه القيم السياسية والمبادئ السياسية وقيم ومبادئ العيش المشترك هي التي من المفروض أن يقع التوافق عليها. طبعا هذا يستدعي قدر بدون أدنى شك من تعديل الهويات الثقافية، لأنه إذا كانت هوية ثقافية مغلقة لا تقبل بالآخر إلى آخره، التوافق يستدعي باستمرار أن يدفع كل الأطراف، كل أن يدفع كل ثمنا من قناعته الخاصة، هذا ضروري. إذا كان مش مستعد يدفع ثمن من قناعته الخاصة يصبح التوافق مستحيل. لكن تحديد الحيز الذي يتحرك فيه سؤال يعني التوافق هذا هام جدا. هذا الحيز هو الثقافة السياسية والاجتماع السياسي، هذه النقطة الأولى. سنأتي للإيديولوجيا. النقطة الثانية هي أنه تعرفوا أنه في مجتمعاتنا فيه صراع للاعتراف، ما يسميه هيجل لا لوت ولا ريكونيسونس، صراع الاعتراف. يعتبر هيجل هو الصراع الذي يدور حول تاريخ البشرية كله. هذا الصراع من أجل الاعتراف، التاريخ يثبت أنه من أكثر الصراعات دموية وعسرا وصعوبة. يعني الغرب ما انتهى إلى الديمقراطية
وإلى التوافق ما انتهاش من المسلك الناعم، انتهى من الهارد واي، يعني من حروب دينية دامت 130 سنة، من حروب قومية طاحنة، من أنظمة توتاليتارية شمولية نبتت في رحم الديمقراطيات نفسها، من حربين عالميتين طاحنتين، حروب أوروبية أوروبية إلى آخره. فإذن تشكل الهوية السياسية الحديثة الغرب، يعني وصول الجميع إلى قناعة الاعتراف الشامل، اعتراف الشامل للجميع بالجميع، هذا جاءه الغرب من مسلك عسير صعب. ولكن بدون أدنى شك هذه الحروب، هذه الفتن إلى آخره، رافقها باستمرار مفكرون ومثقفون حاولوا أن يعطوها الوجه الثقافي الملائم، وألا تكون مجرد حروب وصراعات عبثية، أن يخرج المعنى من اللامعنى، أن يخرج العقل من اللاعقل. هذا معنى من معاني حديث هيجل الذي فهم في الغالب خطأ، الذي يتحدث فيه عن خروج العقل من اللاعقل. العقل في الغرب خرج من اللاعقل. احنا المفروض كعرب كمسلمين المفروض امامنا تجارب الاخرين، وديننا يدعونا الى الاعتبار. الاعتبار في القرآن الكريم هو مسلك من مسالك الهداية، القرآن هو كتاب هداية، ولكن يهدينا ايضا الى مسالك الاهتداء. من مسالك الاهتداء الكبرى هي الاعتبار بتجارب الأمم والشعوب. احنا بعاد ياسر على هذا المستوى، بمعنى انه احنا اليوم الديمقراطية ما احناش باش نصنعوا العجلة من الصفر. الديمقراطية هي نظام سياسي عنده تاريخ الآن قرون من الزمان، وفي خلال هذه القرون يعني تعرفون أن الديمقراطية ماهيش مجرد مبادئ جميلة ومجردة. يعني احنا كقامة الثورة التونسية وبدأت التجربة الديمقراطية التونسية، أنا درست كثير فلسفة الأنوار والمبادئ الكبرى اللي قام عليها الفكر الديمقراطي، اكتشفت أنني أعرف نزرا يسيرا من الديمقراطية، أنه فيه معرفة في الممارسة العملية بالغة التعقيد، ماهيش مجرد مبادئ نظرية جميلة. تجي تمارس في الممارسة تجد أنه ديمقراطية ضعيفة يمكن أن تكون مهدا للشعبوية، ويمكن أن تكون مهدا للاستبداد، ويمكن أن تكون مطية لقوى الفساد ولقوى الردة. يرجع تولد عندك سؤال آخر، كيف تتدرج الديمقراطية من الضعف إلى القوة، أو كيف تصبح الديمقراطية الضعيفة ديمقراطية قوية، وما معنى ديمقراطية ضعيفة وما معنى ديمقراطية قوية إلى آخره. احنا في كثير من الأحيان نظن أنه بمجرد أنه أعطينا رأي جميل في مسألة من المسائل جاء فقيه وقالنا راه الديمقراطية تتوافق مع الشورى وكذا، حلينا مشكلتنا النظرية مع أنفسنا، ولكن لم نعرف الديمقراطية بعد. تعرفها كي تبدأ في الممارسة، عندما تبدأ الممارسة ساعتها تتعرف على مشكلات أخرى مرت بها الشعوب وأنت لا تعرفها. فالمهم في هذا كله هو أنه احنا في الحقيقة أمامنا فرصة تاريخية كبيرة لنختصر المسافات، عوض أن نأتي إلى الاعتراف وإلى الديمقراطية من المسلك الدموي الصعب الذي مر منه الغرب. المفروض أنه أمامنا تجارب الأمم والشعوب تعطينا خارطة واضحة وأن نختصر المسافات، ولكن مع الأسف الشديد العقل البشري في كثير من الأحيان يعني لا يفهم إلا منطق الوقائع والأحداث. الطريق إلى الديمقراطية وإلى الاعتراف الشامل وإلى التوافق هو طريق صعب. أنا حاب نقول في هذه فقط، التوافق هو معركة، ماهوش مجرد نوايا حسنة وجميلة، هو معركة صعبة، صعبة جدا، هو صراع. وهذه المعركة إذا ما فيش في مجتمع من المجتمعات بلغة علم الاجتماع قوة اجتماعية سياسية ضامنة للسلم الاجتماعي، قادرة على ضبط التوترات السياسية، قادرة على ضبط الصراعات السياسية والاجتماعية، ضبط بوصلتها باتجاه التوافق، لا يمكن أن نتحدث عن توافق أبدا. التوافق هو معركة، ومعركة ضد قوى لا تؤمن بالتوافق، ينبغي أن نفهم هذا. يعني هو معركة فيها مهزوم وفيها منتصر في نهاية الأمر. أنا مع كلامك تماما اللي قلته بكري، أنه ما يمكنش كل القوى اللي في المجتمع تنخرط في التوافق. هذا التجربة التونسية مع الأسف، احنا مشينا 10 سنوات في توافق صعب جدا، ولكن فيه قوى لا تؤمن بالتوافق ولا يمكن أن تكون قوى التوافق السياسي. لكن المفروض
كما قلت أن التوافق هو معركة كبرى، والمفروض أن يعني ما يمكن هذه المعركة أن يعني لخوض هذه المعركة ينبغي أن توجد قوة أو مجموعة قوى سياسية قادرة على امتصاص توترات المشهد السياسي وعلى ضبط بوصلة الصراع في المشهد السياسي، قوى تؤمن إيمانا حقيا بالديمقراطية وبثقافة الديمقراطية وبالتوافق. القوى التي لا تؤمن بالتوافق تتهمش مع الوقت، هي بنيات غير صالحة وظيفيا ولا بد أن تهمش وأن تعقبها بنيات أخرى أقدر على التأقلم مع الاجتماع السياسي الحديث. ولذلك معناتها التوافق معركة. تعرفون أنه الصراع السياسي إذا ما عندوش هدف اسمه الاعتراف والتوافق يصبح صراع بدون محتوى أخلاقي، بدون كونتوني مورال كما يقول هيجل، يصبح صراعا صفريا، إما أنا أو أنت، يعني لا يمكن أن أكون أنا وأنت. الاعتراف هو المحتوى الأخلاقي الحديث للصراع السياسي. بالنسبة لقضية الإيديولوجيا بدون أدنى شك الإيديولوجيات المغلقة هي إعاقات كبيرة جدا في وجه التوافق الاجتماعي والسياسي. ولكن الحقيقة احنا لو حاولنا أن نرسم خارطة للأفكار في العالم العربي والإسلامي، خارطة الأفكار السياسية وخارطة الأفكار التي لها وزن وثقل في الثقافة السياسية سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية، أنا أظن أننا لن نجد أن الإيديولوجيا هي المغلقة هي الإعاقة الحقيقية والكبرى للتوافق. لا، أصحاب الإيديولوجيات المغلقة هم قلة. الأسباب الحقيقية يعني يعني ينبغي هنا دراسات ميدانية تختلف بحسب خصوصية كل مجتمع. ربما في مجتمع من مجتمعات تكون الإيديولوجيا عندها ثقل كبير، وربما في مجتمعات أخرى علة التناحر والتنازع ليست الإيديولوجيا. أنا أظن في حقيقة كبرى ينبغي ألا تغيب عنا أبدا، وهو أن الدولة العربية الحديثة هذه هي دولة الاستعمار، ونشأت تحت رعاية الاستعمار، ولا تزال تحت رعاية الأجنبي. لكن في موضوع الإعاقات الحقيقية للتوافق في مجتمع ما، هذا يتطلب أنه يكون في خبراء، علماء اجتماع، علماء سياسة، يعملوا خارطة للمشهد السياسي، خارطة للأفكار، تصنيف للفاعلين السياسيين، الفاعلين الحقيقيين في المشهد السياسي. من الفاعل في المشهد السياسي؟ هؤلاء الفاعلين مدى المسافة التي تفصلهم عن التوافق إلى آخره. وهذا كله يرجع لما أسلفت أن قلت بأن التوافق هو في نهاية الأمر معركة سياسية وثقافية كبرى. أي نعم، المعذرة. جزاكم الله خير، شاكرين يعني حضوركم ومداخلاتكم. طابقة أسئلة كبيرة، فنعتقد سنلتقي مرة أخرى إن شاء الله. الكتاب للأسف طبعا لسه مع نسخ إنه طبع في خارج الدوحة، إن شاء الله سيأتي قريبا في مكتبة جرير بإذن الله، ولاحقا في معرض الدوحة، وعندما تصل النسخ إن شاء الله نتواصل بإذن الله. فأنا أسف، كنت أتمنى أهديكم نسخ منه لكن النسخ محدودة، معك فقط نسختين الآن، لكن في نسخ من الكتاب السابق، عندي كتابين، فممكن من يريد يأخذ نسخة أنا لو من الشاكرين. ونشكركم جميعا، يعني نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.